النهارده المجلس القومي لحقوق الانسان استقبل وفد من وزاره الخارجيه الامريكيه على راسه ساره سيويل وكيله وزاره الخارجيه الامريكيه للامن المدني والديمقراطيه وحقوق الانسان، وده كان بحضور القائم باعمال السفاره الامريكيه توماس جودلبرغ وعدد من المرافقين. خلونا يعني نعرف تفاصيل اكثر عن هذا اللقاء من استاذ جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك معنا في مساء القاهرة. أهلا أستاذ إنجي، أهلا وسهلا. تفاصيل الاجتماع ده إيه النهاردة؟ أولا بداية إحنا ما عندناش استعداد أبدا إن حد يجي يفتش علينا أو يقول لنا نعمل إيه أو ما نعملش، ده بداية. تمام. الحاجة الثانية هي مسؤولة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية جاية تسأل على أحوال حقوق الإنسان في مصر، وقلنا لها بالضبط ما يحدث على زيارة السجون وعن الاختفاء القصري وعن زيارة أماكن الاحتجاز، وقلنا أنه هي بتتكلم على التعذيب، فقلنا هذا التعذيب يعني رصدنا حالة مرة وإحنا في زيارة للسجون، وتكلمنا على الدعاية الخارجية اللي هي بتتزايد في ذكر أرقام ضخمة عن الذين في السجون والذين مختفين قصريا، وردنا عليها بشكل موضوعي وبشكل علمي، واحنا بس بنطلب بهذه المناسبة الشفافية في نشر المعلومات. طيب انا عاوز اسال حضرتك يا استاذ جورج بس علينا. قبل ما حضرتك تستكمل كلامك، هل حضرتك شايف انه مثل هذه الزيارات بتعد تفتيشا على المجلس القومي لحقوق الانسان؟ لا مش تفتيشا، انا اعتقد لان حضرتك قلت لي في الاول احنا بنرفض اي تفتيش. طبعا اذا كان بالمعنى ده احنا رافضينه. لكن اذا عايزين يعرفوا معلومات، طبعا ان انت بتتعرضي لهجوم في الخارج وده تقصير مننا، ان احنا ضروري نواجه ما يحدث في الخارج بشجاعه وبموضوعيه وبمعلوماتيه، يعني ضروري نواجه ده وما نرفضش ابدا ان احنا نقابل اي حد عاوز يتحقق من احوالنا يعني للرد عليه، لانه في هناك يعني مبالغه كبيره جدا في هل هم عندهم معلومات مغلوطه؟ حضرتك يعني قررت كلمه المبالغه كذا مره، هل عندهم طبعًا معلومات مغلوطه؟ طبعا عندهم معلومات مغلوطه وارقام مغلوطه. بتوصل لهم المعلومات دي منين؟ من المنظمات الاهليه. يعني احنا قلنا لهم انه في بعض المنظمات بتبالغ لانها ما بتشتغلش حقوق انسان بس، بتشتغل حقوق انسان وسياسه، فتقاريرها مسيسه، وده كلام مرفوض. وهل ده شيء طبيعي او عادي ان منظمات حقوق انسان تشتغل السياسه كمان؟ لا يعني ما تتحيزش لحاجه معينه او تتحيز لفئه معينه. طب هل في اتفضل حضرتك. لا هو ده اللي احنا رافضينه، انه ما فيش يعني التحيز لفئه معينه او لجماعه معينه او كده، ما يبقاش محايد. طب ايه اهم الموضوعات اللي ناقشتوها مع الوفد ده؟ ما هي سالت على الناس اللي في السجون، وقلنا هذا الرقم كبير مبالغ فيه، وسألت على أماكن الاحتجاز، وقلنا أنه من يرتكب أي أشياء في أماكن الاحتجاز في الإقسام تعرض بعض الضباط للمحاكمة وحكم عليهم، وأنه يعني أي شكوى بتجيلنا ضروري نتحقق منها ونتابعها ونعمل لها لجنة تخصص حقائق ونبعتها للنائب العام ونبعتها للرئيس الوزراء ونبعتها لكل الجهات للتحقيق. طب هل استفسروا عن اسماء بعينها من المحبوسين في السجون؟ لا 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 لا، واحنا ما عندناش استعداد نسمع اسماء خالص، احنا بنتكلم في قضايا عامه. طيب الارقام اللي قالوها لكم عن الاختفاء القصري كانت قد ايه؟ ما قالوش ارقام، بس يعني قالوا انه في ارقام كبيره وخلاص. ارقام كبيره لا ما بيقولوش ارقام، لا قالوا ارقام للامانه، لا قالوا ارقام ولا قالوا اسماء. وحضرتك في العموميات، وحضرتك لما سالتهم منين بتستقوا معلوماتكم قالوا لكم انه في جمعيات اهليه بتبعتها لكم. طبعا وقلنا لهم على المجلس العربي اللي هو موجود في لندن ده، انه اصبح ليس له صفه، واحنا مقدمين شكوى لان هو بيبعت بيانات مغلوطه. المنظمه العربيه لحقوق الانسان اللي كان مقرها القاهره واختطفت في لندن، قلنا لهم ان هذه المنظمه نحن تقدمنا بشكوى لعدم اعتمادها ك يعني ان معلوماتها مصدقه بالنسبه لهم. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.